شكراً شمس بوست على التغطية ديال هذا الحدث اللي هو 100% شبابي من تنظيم جمعية العابرون لفن والتنمية اللي هي جمعية خرجات من رحم هذه المدينة هذه اللي هي مدينة وجدة. كتخدم مع الشباب، كتخدم على الفن، كتخدم على الثقافة، وكتخدم على بزاف ديال الأمور اللي كتهم الشباب. بالنسبة للنزهة الفنية اليوم اللي هو الموضوع ديالنا، هو واحد النشاط اللي كنا اقترحناه عنده واحد البعد سياحي لانه كيعرف بالمآثر ديال المدينه. درنا ان سيركوي اللي حنا خلقناه في وسط المدينه القديمه اللي كيبدا من ساحه 9 يوليوز، مونا بريد، مراكش، درب الثانيه، مازوزي، ثلاث سقاقي، باب الغربي، باب سيدي عبد الوهاب. الشباب كاين اللي ما كيعرفش مالوريزمون المعالم ديالو هنايا، كيحاول يعرفها ولكن بواحد الطريقه فنيه. يعني كنخلقوا واحد ثلاثه ديال النقاط فين الشباب كيعبروا على المواهب ديالهم وكي يتقاسموها مع واحد الجمهور اللي ربما في المدينة القديمة ونظرا للعوائق اللي كاينة تما ما كيقدرش يمشي للبنية التحتية الثقافية. هذا من جهة. من جهة ثانية هو أن الشباب يقدر يعاود يرجع للفضاء العام بطريقة أخرى، لأن الفضاء العام مالوريزمون ولينا كنشوفوا ديك النظرة السلبية اللي ولات على الفضاء العام. كتخرج البنات ما كيقدروش يكونوا مع الأولاد، الأولاد كيتبسلوا على البنات إتسيتيرا. حنا كنجمعوا جميع الأجناس اللي كيجيو هنايا كيخرجوا بواحد الطريقة كيعطيو واحد الصورة نظيفة على الشباب المغربي، وكيزيدوا على ذلك أن عندهم مواهب اللي كيعبروا عليها. هاد النزهة الفنية هي أون أوكازيون لينا حنايا كوجدة وحتى اللي جاي يكتشف مدينة وجدة أنه ندخلوا لشي بلايص اللي ما عندناش العاده ندخلوا لهم بحال المدينه القديمه درب الثانيه اللي كيقولوا دائما صعاب وداكشي. كندخلوا لديك المدينه وكنحسوا براسنا كسائح في مدينه وجده. وهذه عاود فرصه اننا نتلاقاو مع شباب مدينه وجده ونعرفوا كل واحد شنو كيدير باش من بعد نوليو نديروا نشاطات اخرى مع نفس الناس. لا بلاط ارتستيك ان ايفينمون من بين لي ايفينمون برينسيبو ديال لاسوسياسيون باساجي. هاد ليفينمون كيشجع ستريت ارت، يعني شي واحد غادي يقدم لاغ ديالو اون بوبليك. الناس كيغنيو كيشطحوا، كاين اللي كيدير سكيت. هادشي زعما ما كنشوفوهش في وجده بزاف، و سي اون بون انيسياتيف. كنشكر بعدا جمعيه العابرون باساجي على هاد ليفينمون اللي كيشجع الثقافه ديال الستريت ارت، حيت هادي واحد الثقافه اللي مفقوده بزاف عندنا في مدينه وجده. يعني قليل فاش كنشوفوا شي ارتيست كيهز الجيتاره ديالو كيهبط للشارع وكيبقى يعني يلعب يعني الميوزيك، يسمع الناس، يوري الناس الفن ديالهم. هذه واحد البادره طيبه، يعني اللي نقدر نقول لك اول مره كتندار يمكن هنايا، واللي يعني كتشرف مدينه وجده.